مع راب بكفية بيكملوا بعضهم. صحيح صوتين طلعوا من هون ومن هون، لكن عم بينادوا بذات المبادئ، عم بينادوا بذات الأولويات، خاصة بموضوع رئاسة الجمهورية، وأكثر تخصيصا بموضوع المطالبة بتطبيق القرارات الدولية. نعم، وكأن هذا الانقسام بات شيعي درزي من جهة، سني ماروني من جهة أخرى. لا لا، مش مضبوط أبدا على الإطلاق. قد يختلط على البعض بأنه الانقسام بالبلد خلاف هو خلاف وطني، لأنه بتشوفي بفريق على سبيل المثال الحصر باجتماعنا يلي نظمناه بمعراب حول القرارات الدولية، كان في اشتراك لكل المكونات، السني كان، الدرزي كان، الشيعي كان، وبطبيعة الحال المسيحي كان. كذلك الأمر باجتماع الرؤساء الثلاثة اليوم بكفية، وبالمقلب الآخر لدى الرئيس بري أو فريق حزب الله، كمان في فريق يعني معهم بعض الأفرقاء المسيحيين، وإن حاول رئيس التيار الوطني الحر خلع بذة حزب الله، لكن لن تنطلي على أحد، وبالتالي لا، الخلاف هو خلاف ذات طبيعة وطنية وليست ذات طبيعة مذهبية أو طائفية. نعم، سأعود أنا وأنت لمناقشة مقابلة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. ما لفتني في هذا اللقاء إنها للمرة الأولى التي يقول فيها سمير جعجع بأنه ليس مرشحا لرئاسة الجمهورية. ما سبب هذا التحول حاليا بموقف؟ رغم أنا سألته منذ عامين في معراب وقال بأنني مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية. طبعا مع احترامي لتقييمك وتقديرك لما قاله دكتور جعجع، لكن انقال جملتين مش جملة واحدة. في جملة تانية عم تنقال دايما وكررها، هي انه اذا كان في رغبة عند الافرقاء الاخرين، وبعتقد باخر اطلالة له قبل اطلالة الحدث الليلي، قال انه اذا كان في توافق او على الاقل ثم بالتحديد بعض الكتل النيابية ذهبت باتجاه الدفع لترشيحه، هو جاهز لتلقف هذه المسؤولية. طبعا دكتور جعجع اليوم بظل هذا الظرف، هو أو غيره، لما يجري لما يدور من ظروف وتطورات دراماتيكية منا طبيعية، لا أحد ينبري اليوم أو يتقدم لإعلان ترشيحه اللفظي، خاصة وأنه آلية الدستور اللبناني حول موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية لا تتطلب ترشيحا. بمعنى إذا ماروني بده يكون طامح لهذا الموقع، ما بيطلع بيقول أنا مرشح، ما في آلية ليقدم ترشيحه. لكن أنا بدي ردك لل 2014 وقت اللي أعلن دكتور جعجع ترشيحه من معراب بحضور كل أطياف المعارضة، وقدم برنامج. يا ريت الوقت يسمح بانه نفصل ونشرح هذا البرنامج. هذا البرنامج اللي قدمه، اول شيء بدي اقول انه قد يكون المرشح الوحيد او المرون الوحيد الذي قدم برنامج للرأي العام اللبناني. وقام عدد كبير من نواب القوات اللبنانية بزيارات وتسليم هذا البرنامج لكل الأطياف، لكل الكتل النيابية، باستثناء كتلة حزب الله اللي رفضت أن تستقبل نواب القوات اللبنانية، وبطبيعة الحال رفضت أنه تستلم كتيب البرنامج. هون عم أقول بأنه حتى لو قال سمير جعجع أنه غير طارح نفسه كمرشح اليوم، لكن بطبيعة الحال ومش من باب الدعاية، لكن عم أقول الأمور مثل ما هي، هذا الرجل اليوم هو يمثل أكبر كتلة نيابية بالبرلمان، هو يمثل أكبر كتلة مسيحية بالبرلمان، ويمثل أكبر حزب مسيحي في الساحة اللبنانية، و بطبيعة الحال هو أحد أبرز قادة المعارضة. اثنين، الباع الطويل للقوات اللبنانية بالحكم وبالبرلمان أظهرت عن مناقبية وعن استقامة بالسياسة وبالإدارة. وهذا الكلام مش من حليف للقوات اللبنانية أو قريب لسمير جعجع يقوله، هذا الكلام صدر ونطق به خصوم القوات اللبنانية، أجمعوا على أنه
وزراء القوات اللبنانية ونواب القوات اللبنانية لا لبس عليهم أبدا على الإطلاق. من هون بقول نعم، بأنه إذا على السريع بنشرح لأنه سننتقل البرنامج إلى موضوع الانتخابي آخر. يصلح اليوم يمكن إسقاطه. نعم، يمكن إسقاط هذا البرنامج على الظروف اليوم، وبالتالي هذا برنامج إنقاذ. نعم، هو اليوم حصر المعركة ما بين إسرائيل وإيران، وأخرج من السياق الذي يتم الحديث عنه داخل لبنان، وهو أن حزب الله يدافع عن لبنان، وبأنه إسرائيل هي من تريد الاعتداء على لبنان، وهي لها مطامع في الأرض اللبنانية. صحيح ما قاله سمير جعجع حول أن الحرب الدائرة اليوم هي حرب ما بين إسرائيل وإيران. هذا الكلام لم يأتي من العدم، لأن أصلاً إسرائيل تشغل ميليشيا حزب الله، وهي التي أنشأت حزب الله، وهي التي تدفع وتمول وتلبس وتغذي حزب الله. وهذا الكلام مش من عندنا، هذا الكلام منه من باب السياسي، هذا كلام واقع. قالوا أكثر من مسؤول بحزب الله بأنه هن يتلقون الأوامر من إيران، وبالتالي يقاتلون عن إيران ومن أجل إيران ولمصلحة إيران. اثنين، نحن أقحمنا بحرب ما إلنا علاقة فيها نهائيا. وبدي هيك أقول على المقاربة السريعة ما بين 2006 واليوم. 2006 نطقها حسن نصر الله وقال لو كنت بعرف أنه خطف جنديين رح يوصل لهم ما كنت خطة. بعتقد أنه الرجل يعني سارع بالأيام القليلة قبل رحيله أنه بده وقف إطلاق نار، وبعضهم لليوم يستشرسون لوقف إطلاق النار لأنه شافوا هول هذه الحرب المدمرة ولكن الكبيرة. ولكن إيران تنفي أي علاقة لها بما يجري في لبنان، أو أنها تدير العمليات، حتى أن هناك بيان لها من سفارتها في بيروت منذ بعض الوقت. شوف، الإيرانيين أصبحوا مبدعين بالكذب وبالتجديف وبالزندقة وبتحوير الحقائق. هن ذاتهم هول اللي طلعوا بيان من السفارة الإيرانية، هن ذاتهم قادة هذه الجمهورية منذ سنوات يقولون نحن نحكم القبضة على 4 عواصم عربية التي تأتمر بأوامر إيران. يعني إيران تسيطر على 4 عواصم عربية ومنها بيروت. أي عاقل يمكنه أن يصدق هذا الكلام؟ اثنين، من بعد تصفية معظم قادة الصف الأول بحزب الله، لا مش مظبوط، من يدير المعارك على الأرض ضباط إيرانيين وتحديدا الحرس الثوري الإيراني، الكل بيعرف هذا الكلام. وإطلالات الشيخ نعيم قاسم الأخيرة واضح أنه مكتوب صحيح بقلم أصفر لكن على ورق إيراني وبلغة إيرانية، فما يكذبوا على الناس وما يدوروا الزوايا بهذا الإطار. كلنا بنعرف بأنه إيران هي التي تدير كافة المعارك على الأراضي اللبنانية، على الأقل هي التي تزود حزب الله. منين بيجيب حزب الله العتاد والمال والصواريخ؟ أكيد من إيران. وبالتالي عندما ذهبت قادة هذا الحزب أو هذه الميليشيا، عندما قتلوا، عندما تم تصفيتهم، مين بده يدير المعارك؟ ولكن أليس مبالغة ما قاله جعجع بأنه لو لم يكن حزب الله في الجنوب هل كانت إسرائيل ستهاجم؟ واعتبر أنه لو كان الجيش بنفس الأماكن والنقاط، تساءل هل كانت إسرائيل ستهاجم؟ وكأنه يلوم حزب الله الذي تراه شريحة كبيرة من اللبنانيين بأنه يدافع عن أرض لبنان. بدي أكد الكلام اللي قاله دكتور جعجع بالملموس. نحن من وقت 49، يعني من وقت ما تم تنظيم وصياغة اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل، نعم لبنان برخاء واستقرار وبحبوحة، ومش عن عبس سموس ويسرى الشرق. وبقينا لسنة 67 من بعد اتفاقية القاهرة، شفنا وقت بدأ العمل الفلسطيني المسلح انطلاقا من الأراضي اللبنانية وحولوا لبنان كساحة تنطلق منها العمليات الفدائية، بلشنا نتراجع إلى الخلف. مظبوط كلام سمير جعجع دقيق وصحيح، أنه لو كان الجيش اللبناني في الجنوب، من هون عم نحكي بال 1701. وليش عم بتقول إسرائيل تعوا طبقوا 1701 ونحن منطبق 1701؟ شو يعني 1701؟
يعني حوالي 8000 او 9000 عسكري بيكونوا بارض الجنوب بيضبطوا هذه، وهذه مسؤوليه الجيش اللبناني بكل الاحوال. لكن خليني هون ما عم بكشف سر رئيس نجيب ميقاتي بيعرفها وابلغ لها. اوكشتاين وقت اجى بالزياره الاخيره لعند نبيه بري، اكيد حضرتكم الاعلم وبتعرفوا شو صار، لكن بيسوى نرجع على مسمع الراي العام العالمي والعربي والدولي يعرفوا شو صار. انه اوكشتاين من اشهر عم بيحذر وعم بيقول انه انتم واصلين لهيدي المرحله، انتبهوا شوفوا شو بدكم تعملوا. اليوم بعتقد بانه اوكشتاين عم ما بقى عم يحكي بال 17/01، صار عم يحكي بمنطوق اخر، صار عم يحكي بكونسبت اخر حول انهاء الحرب في لبنان. 17/01 لم يعد يكفي ما وصلنا اليه. شو يعني؟ عشان هيك نحن رفعنا 15/59 16/80 17/01. شو يعني هول الثلاث قرارات مع بعضهم؟ الاول بيحكي عن ضبط الجنوب وعدم الفلتان المسلح ويكون الجيش اللبناني وحده الحامي الحدود. 2/16/80 هو ضبط الحدود، 15/59 ما بقى في سلاح بكل نعم، الأراضي ولكن اللبنانية إلا مع القوى سؤالي الشرعية. دائما ما يتم الطلب بأنه يجب تأمين سلاح للجيش اللبناني للقيام بمهامه في الجنوب اللبناني. أنا دائما أسأل ما هي المهام التي ستوكل للجيش اللبناني؟ هل مهامه تجريد حزب الله من سلاحه؟ هل مهامه الدفاع عن لبنان؟ أم مهامه محاربة إسرائيل؟ لأن كل واحدة منها لها أسلحة معينة ولها تبعات معينة داخليا وخارجيا. سؤالك بيجيب عليه الدستور اللبناني. الجيش ما بيفتح حسابه، الجيش يتلقى التعليمات والأوامر من السلطة السياسية. وقت بيكون في عندك سلطة مركزية، رئيس جمهورية، حكومة ماسكة ومتماسكة مع بعض البعض، يطلب من الجيش اللبناني القيام بالمهمات اللي أصلا هي من واجباته وهي حماية الحدود. اثنين، بموضوع التسليح سمعناها بكل زياراتنا إلى الخارج ولقاءاتنا الدبلوماسية، الكل يجمع من فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى الخليج العربي وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية. وهلأ بدي أشر على دور المملكة الإيجابي بموضوع لبنان وبتحديدا بموضوع الجيش. الكل كان عم بيقول وقت الجيش بده يقوم بدوره نحن مستعدين أنه نسلح الجيش. وهلأ رح أقول لك شغلة يمكن تتفاجئي، الجيش أصلا معه سلاح، والجيش معه سلاح أمريكي حتى، والجيش عنده كل ال وتدريب أمريكي. نحن من سنة 83 مش مستحيين فيه طبعا. وين بدي يدربهم؟ بإيران أو بجامعة صعصعة أو بسوريا؟ أكيد بفخر نحن مندرب ضباطنا ببلجيكا وبفرنسا وبالولايات المتحدة الأمريكية حيث أعرق المدارس الحربية هناك. وبطبيعة الحال سلاحنا أمريكاني ونحن بنفتخر طبعا بهذا الموضوع. طبعا إلي على السريع لأن وقتي رح ينتهي. صرنا سنين، صحيح صرنا سنين منصرخ منقول أنه اللي بيحب يسلح الجيش أهلا وسهلا، بس شو بنعمل للأسف إذا الدول على السريع أمريكا فقط سمير والمملكة جعجع العربية وضع السعودية خارطة الطريق تبدأ بانتخاب رئيس جمهورية ووقف الحرب وغيرها. ولكن هل تخشى إذا تم انتخاب رئيس جمهورية لا يريده حزب الله أن تتعرض حياته للخطر، وفقا أيضا لما قاله قبل بضعة أسابيع النائب السابق نواف الموسوي في إحدى المقابلات الصحفية؟ وعلى السريع لو سمحت. مشان هيك قدمت شكوى أنا جزائية، أنا وعدد من المحامين على السيد المذكور. اثنين، ما بدنا رئيس يرضى عليه حزب الله، بدنا رئيس يرضى عليه الدستور، يرضى عليه الشعب اللبناني. وين بعد شايف حزب الله قادر يقدم اعتراض على رئيس جمهورية يجب أن ينتخب بحسب الأصول الدستورية والقانونية؟ شكرا جزيلا لك، كنت معي من بيروت القانوني ورئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ.